رئيس تحالف الفتح هادي العامري أكد أن الحديث عن اختيار رئيس الوزراء المقبل هو أمر سابق لأوانه. وقال العامري خلال لقائه مع رئيس وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن المهم حاليا هو الاجتماع والاتفاق وتوحيد الرؤى بين الكتل السياسية، فيما أكد رئيس وفد الحزب الديمقراطي فاضل ميراني أنه تم خلال اللقاء تشخيص سلبيات وإيجابيات المرحلة السابقة وتشكيل المؤسسات وفق برنامج متفق عليه، إضافة إلى تشكيل هيئة ذات صلاحيات لمتابعة هذا البرنامج. احنا اليوم قد نتفق على برنامج حكومي، المهم أن نهتم على برنامج حكومي قادر على النهوض بحل مشاكل العراق قبل أن نبحث موضوع الخلافات من يكون رئيس وزراء. رئيس الوزراء سابق لأمانه، بعدين بعد ذلك يتم البحث، نبحث برنامج، ومن يستطيع أن ينفذ هذا البرنامج قد يعرض نفسه إلى رئاسة الوزراء ويحظى بتأييد الآخرين.